السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقاء الأعزاء رجعنا لكم بفيديو جديد حبايب اليوم نتكلم عن ألام الرقبة راح نتناقض نظرة عامة عن الموضوع ونتعرف على أهم الأعراض والمشاكل وطريقة التشخيص وآخر شيء العلاج ونتكلم بشكل عام في هذا الموضوع حبايب تابعوني بعد الفاصل فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو إذا ألم الرقبة هي شكوى عامة بتنتج عن تشنج العضلات الموجودة في الرقبة في وضعية الخطأ سواء كان بسبب انت انحنائك على الحاسوب أو تحدب ظهرك في مكتب العمل أو ممكن استعمال الجوال أو النوم بطريقة خاطئة فبيؤدي هذا إلى التهاب الفصال العظمي وهو سبب شائع لألم الرقبة نادرا ما بيكون ألم الرقبة عرضا مرضيا يعني لحالة مرضية خطيرة إيه فبتوجب انك تروح على مركز رعاية اولي ممكن يبقى مثلا ابسس يعني إيه خراج او اشي إيه عندك طالع في المكان لكن بالعادة هي عبارة عن شكوى ناتجة عن مشكلة تشنج عضلات او تار او إيه وضعية انت بتستعملها في طبيعة حياتك بطريقة خطأ طبعا بالنسبة للأعراض حبايب الأعراض بتكون غالبا ما يزداد الألم سوءا عند وضع رأسك في مكان واحد لفترة طويلة من الوقت يعني بيؤدي بمفهوم آخر إلى تشنج العضلة أو إرهاق الأوتار والعضلة كمان من أحد الأعراض هي الشد والتشنجات العضلية انخفاض القدرة على تحريك الرأس بيكون في ألم شديد عند تحريك الرأس إلى جهة يمنى أو جهة يسرى. وأيضا مصاحب لهذه الأعراض من الألم الصداع لكن السؤال اللي بيطرح نفسه متى تزور الطبيب وقتاش احنا ممكن نزور الطبيب يتحسن معظم الألم الموجود في الرقبة مع العلاج المنزلي تدريجيا إذ لم يكن الأمر كذلك اذهب إلى طبيبك طب سؤال بيسأل نفسه الواحد إيش هو العلاج المنزلي اللي احنا ممكن نقدمه حتى إن نخفف من هذا الألم حبايب تخفيف الالم ممكن بيكون عن طريق استعمال كمدات ماء بارده دافئه عفوا انه العضله المشدوده نعمل عليها ريلاكسيشن يعني ارتخاء العضله وهذا بيكون باستعمال السوائل الدافئه كيف يعني كمدات مي دافئه بنحطها على المكان إيه بالتناوب بنحط لمدة مدة 15 دقيقة بعدين بنترك خمس دقائق بعدين بنرجع 15 دقيقة بنحطها بنستعملها ثلاث مرات وممكن فينا ندفي زيت زيتون عندكم بالبيت بندفي زيت زيتون وبنعمل مساج خفيف جدا وبنفرد الزيت الزيتون على المنطقة التي فيها ألم وبنحاول المنطقة نحافظ على درجة حرارتها علشان يعني يخفف من هذا الألم وبالتالي يزول تشنج هذا العضلات كمان في ناس ممكن تستعمل كريمات او براهم عباره عن مسكن موضعي للشد وهذا المشكله والعلاج الاهم من هذه المشكله هو انك يعني عدم ارهاق هذه العضله بالوضعيه اللي انت متعود عليها بدك توفر وضعيه مناسبه ومريحه لهذا الشخص او لنفسك انه ما يرهق نفسه وما يشد العضله ما يستعمل الجوال ما يقعد كثير على المكتب ما ينام بطريقه خاطئه حتى انه تتحسن المشكله عنده ويزول الالم طبعا من الاسباب اللي بتؤدي الى الم في الرقبه او في الكتف هو اجهاد العضلات زي ما زي ما قلنا وتمزق المفاصل او الضغط العصبي القعده الكثيره بتولد ضغط عصبي او اصابه مباشره على المكان طيب اخر حاجة عشان اتكلم فيها انا واختم بها احبابي الوقاية كيف احنا نوقي انفسنا من انه يصير في الم في المفاصل عفوا الم في الرقبة او في في العضلة اللي بتحط في المكان انك تستخدم وضعية جيدة هي مثلا انك انت تستعمل كرسي للمكتب يكون بيكون في وسادات بتريح الرقبة بتريح وضعيتك اخذ فترة استراحة متكررة ما بينفعش تشتغل لفترات طويلة لازم تاخذ جزء من الراحة إيه كمان قاعدة الكمبيوتر لازم تبقى انت قاعد بطريقة صحيحة وكمان إيه التعامل مع الموبايل لازم يبقى وفق يعني جلوس بطريقة جيدة ايضا عند النوم تستعمل وسادة طبية وما تأثر على إيه الرقبة تمام هذه هي النصائح التي أحببت أن أقدم لكم أحبابي في هذا اليوم لآلام الرقبة ومشاكل الرقبة ومشاكل العضلات في هذه المنطقة أتمنى أن يكون لعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك أسفل الفيديو المزيد من التشجيع انتظرونا إن شاء الله بوصفة جديدة وموضوع جديدة إلى اللقاء